بسم الله الرحمن الرحيم. نصيحة في دقيقة. نصيحة اليوم أحبتي في الله، ونحن خلال فترة الصيام، هي فترة صيانة سنوية للجسم. هذه الفترة أو هذه الصيانة ينبغي ألا ندخل لمعدتنا أي شيء، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. فينبغي أن نختار بعناية ما ندخل لجوفنا خلال فترة الصيام، لكي تستفيد بشكل كامل من فوائد هذا الصيام. حديثي إليكم اليوم سيكون عن حليب الإبل أو لبن الإبل، هذا المخلوق الذي أمرنا الله أن نتأمله في القرآن عندما قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. العلم الحديث كشف أن كل شيء في هذا المخلوق سبحان الله مميز. دراسة نشرت في مجلة العلوم الأمريكية تؤكد أن ألبان الإبل مفيدة جدا في علاج السرطان، وتحتوي على مواد تقتل الفيروسات، وفيه أيضا مواد أخرى لا زالت مجهولة. الأبحاث مستمرة أيها الأحبة، ولكن يؤكدون أنه يحتوي على مواد مضادة للالتهابات أيضا ولبعض الأمراض المزمنة. كذلك دراسة أخرى ذكرتها مجلة العلوم تؤكد أن حليب أو لبن الإبل مفيد لأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو جيد جدا لمشاكل الجهاز الهضمي، هو ينظف المعدة والأمعاء بشكل كامل. فيه يعني سبحان الله، هو صيانة للجسم. فإذا ما أخذته أثناء الصيام، ليس من الضروري كل يوم، ولو كل 3 أو 4 أيام مرة، ستقوم بعملية صيانة وتنظيف للجهاز الهضمي لديك. لذلك من هنا نجد أن أو ندرك الحكمة، لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبة ما بشرب ألبان الإبل لعلاج العديد من الأمراض كما في البخاري. نستطيع أن نؤكد أيها الأحبة أن هذا النبي الكريم لا ينطق عن الهوى. من كان يتوقع أن ألبان الإبل مفيدة جدا لتقوية وتنشيط النظام المناعي؟ لأن الإبل أصلا يتمتع هذا المخلوق بأقوى نظام مناعة تقريبا بين الكائنات، فحليبه ينشط النظام المناعي، وكذلك أيضا يفيد جدا في علاج العديد من الأمراض كما أكد حبيبنا عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.